يوم بعد يوم وزارة الداخلية تتشدد في موضوع منح الرخص في اقتناء الأسلحة. ليش؟ لأنه احنا في ظرف مربي العراق، ظرف أمني عصيب، اتطلب أن يكون هنالك تسامح في موضوع توسيع إجازات السلاح. الآن يوم بعد يوم الأمور تصير جيدة، لذلك موضوع انتشار السلاح بالعكس هو اللي يسبب أو يعني يهدد السلم الأهلي. لذلك يوم بعد يوم وزارة الداخلية تحاول تقنن من موضوع حيازة الأسلحة.